الاصل ماشي كازاوي، ولكن انا تقريبا شي 15 سنه وانا كنسكن في هذه المدينه الجميله اللي كنعتز بها، واللي دابا خصني فين ما مشيت نرجع لكازا. كازا سبحان الله العظيم ولافه وناس طيبين، واللي جاي ياكل ويشرب والحمد لله، وكنتمنى كل خير لهذه المدينه الجميله والناس ديالها. انا الحمد لله فرحان بزاف بالتواجد ديالي هنايا في وي كازا بلونكا في لاسين ديال العنق. كنشكر بزاف المنظمين والصاهرين على هذا يعني الفيستيفال الرائع، وتوحشنا كازا وتوحشنا التجاوب، والله يدوم علينا الخير ويدوم علينا السلام في بلادنا ان شاء الله، باش دائما يكون المهرجانات ويكون الخير ان شاء الله. لا بالعكس لا بالعكس، في الاول كانت خاويه حيت كما كنعرفوا كاين الصلاه ديال العشاء، الناس كتصلي وعاد كيجي وهكا، والحمد لله راه كما تشوف دابا الا طليتي راه كانوا الناس تبارك الله في الاخر راه جاوا بزاف، وكنشكرهم بزاف على التجاوب ديالهم وعلى التنظيم. وما ننساش نشكر السلطات المحليه والامن الوطني اللي صار على السلامه ديالنا، وهذا هو الجمهور الزوين ديال كازا اللي تنعرفوا كيجي كينشط وكيخلي يعني واحد الارتصامه زوينه، وهذاك الشيء مؤسف جدا. باش يمشي ولادنا ولا فهمتي يمشي واحد البلاصه لواحد فيها الترفيه وهكا ويرجعوا مضروبين وهكا، هذا الشيء ماشي من الاخلاق ديالنا ومن الشيء ديالنا. هذا الشيء اللي نقول لك صراحه، انا ما شفتش كروندي توتو شنو قال، انا كنحترمه لان هو فنان في الراب وداك الشيء، يعني انا كنعرفوا واحد الفنان اللي تبارك الله عطا وقديم، ماشي يلاه بدا كروندي الكروندي توتو. كنتمنى ليه كل خير، وكنتمنى انه زعما غير ما يحاول ما يخلق شي زعما شي حاجه لا دير ليه شي مشكل من القدام، وكنتمنى ليه كل خير. هذا الشيء اللي قال، انا الراب حتى هو راه فن، وراه خصك تكون يعني حتى هو متمكن باش دير داك الشيء، غير الانسان يحاول يبعد على الحاجات اللي هما غادي يخسروا ليه الصوره ديالو باش يبقى الاستمراريه ان شاء الله. بالنسبه للغياب ما كاينش، الحمد لله كاين بزاف ديال الجوالات، وكاين بزاف ديال يعني الحفلات اللي كنحيهم سواء في المغرب ولا على برا، داك الشيء شويه كنكون غابر، ولكن ان شاء الله دابا واحد الامور غاديه شويه كتخفف، ماشي بحال في ايامات الجائحه. الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين، دونك ان شاء الله نتمنوا الخير، ترجع المياه المجاري وتكون احسن مكانت، ونخرجوا الجديد قريبا للجمهور الكريم ان شاء الله.